الله وبركاته. أعزائي طلبة طلبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم بعنوان رفع المبتدأ والخبر لجمع المذكر السالم. طيب في البداية كده تعالوا نعرف يعني ايه جمع مذكر سالم. بيقول لي جمع المذكر السالم هو اسم يدل على اكثر من اثنين. يبقى اول حاجة اعرفه عن جمع المذكر السالم ان هو ايه؟ ان هو لازم يكون اسم، وباكد على كده ان هو لازم يكون اسم. طيب بيدل على اكثر من اثنين، يعني لازم يكون اكثر من اثنين، ثلاثة، اربعة، عشرة، مية، الف، زي ما يكون. المهم ان هو لازم يكون اكثر من اثنين بزيادة واو ونون او ياء ونون على مفرده. يعني ايه؟ يعني المفرد بيفضل زي ما هو وبزود له واو ونون او ياء وايه ونون معايا كده، وده بيكون للمذكر فقط. يبقى جمع المذكر السالم بيكون للايه؟ للمذكر. بالاضافة كمان انه لا يكون الا للعاقل. يعني اي اسم عشان اقول عليه جمع مذكر سالم لازم يكون ايه؟ لازم يكون عاقل معايا كده. يبقى جمع المذكر السالم نأكد كده مع بعض. اول حاجة ان هو ايه؟ اسم بيدل على اكثر من اثنين، بقول اثنين عشان هو للمذكر، بزيادة واو ونون او ياء ونون على مفرد، عشان كده بقول عليه جمع مذكر سالم. يعني ايه سالم؟ يعني المفرد بتاعه سليم من التغيير، يعني المفرد بتاعه بيفضل زي ما هو وبزود له واو ونون وياء ونون او ياء ونون على اخره. خلاص كده، وباكد ان هو كمان لازم يكون للايه؟ للعاقل فقط. طب تعالى نشوف مع بعض الامثله كده، زي كلمة معلم. طب معلم هنا دي بتدل على العاقل، لو حبيت اجمعها هبتدي اخلي معلم زي ما هي وازود عليها واو ونون او ياء ونون، فبقت جمعها معلمون او معلمين. تعال نشوف مثال كمان، فلاح. فلاح برضو لما اجي اجمعها، هي هنا برضو مفردة هنا للمذكر العاقل، لما اجي اجمعه هزود واو ونون او ياء ونون على المفرد، اي سلم مفرده من الايه؟ من التغيير، فهتبقى فلاحون او فلاحين. مصري، تعالى كده نشوف كلمة مصري، برضو مذكر عاقل، لما اجي اجمعها هزود على المفرد بتاعه واو ونون او ياء ونون عشان تدل على الجمع، فبقت مصريون او مصريين. طيب تعالى كده نشوف مع بعض امتى بيكون اخره واو ونون وامتى يكون اخره ياء ونون. يعني احنا قلنا مثلا معلم جمعها معلمون او معلمين. طيب امتى يبقى معلمون وامتى اقول معلمين؟ بيقول لي جمع المذكر السالم في حالة الرفع يكون اخره واو ونون. يبقى جمع المذكر السالم لو الكلمة اعرابها مرفوع بيبقى اخرها ايه؟ واو ونون. كذلك لو جمع المذكر السالم الكلمة منصوبة اعرابها في حالة نصب بيكون اخره ياء ونون، وايضا لو في حالة جر بيكون اخره ياء وايه؟ ياء ونون. طيب هنتكلم النهاردة عن رفع جمع المذكر السالم في الجملة الاسمية. احنا عرفنا ان الجملة الاسمية بتتكون من ركنين اساسيين، ايه هما؟ المبتدأ والايه؟ والخبر. طب في حالة الرفع في الجملة الاسمية الجمع المذكر السالم هيرفع بايه؟ قالك هيرفع بالواو. طب الجملة الاسمية هيرفع بالواو اذا كان اعرابه مبتدأ او كان اعرابه خبر، ده في الجملة الايه؟ في الجملة الاسمية اللي ده درسنا النهاردة. طيب تعالى كده نشوف مع بعض امثلة عشان نفهم. بيقول لي هنا اعرب ما تحته خط. لو بصينا كده للجملة اللي عندي بيقول لي ايه؟ المهندسون بارعون. لو بصينا كده هلاقي ان دي جملة اسمية لانها بدأت باسم، واتفقنا ان اي جملة اسمية لها ركنين اساسيين اللي هم ايه؟ المبتدأ والخبر. طيب فين هنا عندي هنا المبتدأ؟ المهندسون. تعالى كده اشوف هعربها ازاي. بيقول لي هنا المهندسون هتبقى اعرابها ايه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه، يا ترى علامة رفعه هنا ايه بقى؟ علامة رفعه الواو. لازم أأكد على الحتة دي، علامة رفعه الواو. ليه خليت هنا علامة الرفع الواو؟ بيقول لي لأنه جمع مذكر سالم. يبقى استنتج من كده ايه؟ إن جمع المذكر السالم لما يكون في حالة رفع بيبقى مرفوع وعلامة رفعه الواو. يبقى المهندسون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ولازم أقول له السبب وأقول له لأنه جمع مذكر سالم. طيب تعالى نعرب كده مع بعض، بارعون. بارعون دي هتبقى ايه؟ خبر. خبر ماله؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه ايضا الايه؟ الواو. ليه؟ لانه جمع مذكر سالم. بيقول لي اجمع الجملة ثم اعربها.
طيب الجملة بتاعتي بتقولي المدرس متميز، المدرس متميز. طب المدرس متميز كده، الجملة دي للمفرد، فبالتالي أنا عندي مبتدأ وخبر. المدرس ده كده مبتدأ مرفوع علامة رفعه الإيه؟ الضمة، لأنه مفرد. متميز برضو خبر مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. لما أجي أجمعها، أنا قلت دي جملة إيه؟ جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. لما أجي أجمعها أزود عليها واو ونون ولا ياء ونون؟ لا، واو ونون، لأنها جمع مذكر إيه؟ سالم. فيبقى الجمع المهندسون متميزون، المهندسون متميزون. طب تعالى نفتكر مع بعض، انا اتفقت معاك في الجمله الاسميه اللي بتتكون من مبتدا وخبر، المبتدا هيكون هنا لو كان جمع مذكر سالم هيكون مرفوع بالايه؟ مرفوع بالواو. طب والخبر كمان لو كان جمع مذكر سالم هيكون مرفوع بالايه؟ هيكون مرفوع بالواو. كده تبقى كلمه المدرسون مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الواو، لازم اقول له السبب، لانه جمع مذكر ايه؟ سالم. ومتميزون خبر مرفوع علامة رفعه الواو، برضو لازم اقول السبب، لانه جمع مذكر سالم. طب هتلاحظ ان انا ضبطلك المثال عندك، انا حط على النون ايه؟ فتحة، عشان نفتكر مع بعض ان نون المثنى دائما مكسورة ونون جمع المذكر دائما ايه؟ مفتوحة، عشان بتجيلك ويقولك صوب، فخد بالك ان انا عندي نون جمع المذكر السالم دائما مالها؟ مفتوحة. طيب برضو عندي هنا مثال بيقول ايه؟ حول الجملة الآتية للجمع وأعربها. المتسابق ماهر، لو عايز أجمعها هقول ايه؟ المتسابقون ماهرون. طيب تعالى كده نعرب الجملة في حالة الجمع. طيب المتسابقون ماهرون دي جملة اسمية. طيب يبقى تعالى نعرب كده مع بعض، يلا. ها، المتسابقون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب ماهرون هتبقى ايه؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. تعالى نشوف مع بعض السؤال المتفوقين. السؤال هنا بيقول لي أعرب الجملة التالية، المعلم ماهر، المعلم ماهر. طيب أنا مستنية إجاباتكم في التعليقات على الفيديو. طيب هنا بيقول لي ايه؟ اكمل الركن الناقص. بيقول لي هنا ايه؟ المصلون نقط. طيب لو عايز اكمل هقول ايه؟ ممكن اقول المصلون خاشعون، الناجحون نقط. ها، ممكن اقول الناجحون ايه؟ الناجحون بارعون، الفائزون نقط. ممكن اقول ايه؟ الفائزون فرحون. تعال نشوف مع بعض السؤال دوت، صوب الخطأ. الناجحون فرحين. طيب أنا عندي هنا جملة اسمية، تبقى فرحين المفروض يعربها إيه؟ خبر، فتبقى فرحون. المعلمين يشرحون الدروس. أنا هنا عندي كلمة المعلمين المفروض يعربها مبتدأ، فتكون مرفوعة بالواو والإيه؟ والنون، فهقول المعلمون. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، إلى أن نلقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.